اليوم يعني زي ما يعني احتفلنا بالمنتخب الكبير وانتصارات المنتخب الكبير، بنبارك برضو ايضا لمنتخب الشباب ان شاء الله باذن الله التاهل لكاس العالم، وهنبارك له كمان بعد اداء ان شاء الله يكون قوي وترتيب كويس في كاس العالم. اللعيبه برضو عندها طموح كبير، بنتمنى كل التوفيق. النهارده طبعا شفنا منتخب مصر ونجوم منتخب مصر، شريف اكرامي والجمعه وحجازي وفتح الله وفتحي وحسام والنني وابو تريكه وشديد وعيد وصلاح، كلهم الحقيقه نجوم. اي نعم كان نجم اللقاء النهارده محمد صلاح، هاتريك هو النهارده يعني عريس الفرح زي ما بيقولوا. شريف اكرامي كمان انا بالنسبه لي النهارده الحقيقه هو نجم اللقاء بدون منازع، لان شريف تولى في ظروف صعبه مكان الكابتن عبد الواحد، ولكن كان واضح ان هو كان جاهز، واضح ان هو كان مستعد، واضح ان هو كان برضو قد التحدي قد المسؤوليه. الناس اعترضت النهارده كتير جدا على وجود ثلاثي، والثلاثي بيلعبوا يعني بلاي ميكر او بيلعبوا تحت راسين الحربه، هو محمد ابو تريكه واحمد عيد ومحمد صلاح، وده هنناقشه برضو مع الكابتن طارق يحيى في الجزء الثاني من حلقتنا فنيا. ولكن الناس اعترضت النهارده على عدم وجود راس حربه صريح، ولكن وجود النهارده محمد صلاح مع ابو تريكه او الكيمياء اللي ركبت، شفنا برضو يعني الكبير مع الصغير او جيل مع جيل، ده جيل وده جيل ثاني خالص، ولكن النهارده الاثنين بيثبتوا ان هم قد المسؤولية أو بيثبتوا إن الكيمياء ركبت مع فرق السن. شفنا برضو في وقت معين مع المنتخب الكابتن حسام حسن والكابتن أحمد حسام برضو لعبوا جنب بعض، وكان فرق من جيل لجيل، وعمل الحقيقة إنجازات كبيرة جدا. بنتمنى التوفيق الحقيقة لكل الرياضيين، بنتمنى التوفيق لكل الشارع الرياضي، بنتمنى التوفيق لكل المسؤولين، لاعضاء مجلس الإدارة الحاليين، أستاذ جمال علام، الكابتن حسن فريق، كابتن أحمد مجاهد، حاج محمود، الكابتن عصام عبد الفتاح، إيهاب ليطا، كل الناس الحقيقة، الدكتورة صح الهواري، كل الناس. مش عايزين نقول برضو زي ما قلت لكم، إحنا بقالنا فترة بننسى القديم ونقول الجديد، إحنا النهاردة بنتكلم على الجديد والقديم، بنتكلم على الأستاذ جمال علام زي بنتكلم على الكابتن سمير زاهر، بنتكلم على الكابتن حسن فريزة، بنتكلم على الكابتن حازم الهواري، كلاهما صاحب انتصارات، كلاهما شارك في الحدث ده، شارك في الانتصارات. لو وصلنا إن شاء الله بإذن الله لكأس العالم هيبقى مشروع شارك فيه مجموعة كبيرة جدا من المسؤولين، مشروع شارك فيه الشارع المصري. عندنا إن شاء الله بإذن الله لقاء، لو تأهلنا هيبقى لقاء رايح جاي، هنلعب بره أرضنا ثم على أرضنا، نتمنى إن شاء الله إن نلعب اللقاء بجمهور، نتمنى نحتفل هنا في استاد برج العرب أو في استاد القاهرة وجمهورنا معانا ومسؤوليننا معانا، ويبقى احتفال كبير جدا، وهو ده اللي بنتمناه بقالنا فترة. نخلص بقى، خلصنا أخبارنا، نطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا الكابتن طارق يحيى، وحديث عن منتخب مصر الأول وأفراحه، عن منتخب الشباب واستعداداته، كل ده ولكن بعد الفاصل.